شغل ملي نضرب ما غندفعوش غنزوي بحال غنضربو. هاي السلام عليكم اولادي صافاك شي مزيان، معكم خوكم امين والاخ لويس. انا ولويس اليوم غادي ان شاء الله في تقنيه جديده، تقنيه تيوزداي، غادي نعطيكم واحد التقنيه ديال كيفاش تضرب فرونت كيك وتابعه بالكيك، شنو هما الاخطاء اللي كيديروا فيهم ما توقع فيهمش انت ولا انت. مور هذا الانترو هذا غنشرح لكم كل شيء. يلا فاش كنبغيو نهضروا على الفرونت كيك، كاينين ثلاثه الطرق باش تضرب فرونت كيك. غنعطيكم جوج منهم اللي تيستعملوا بزاف ولا معروفين بزاف، ولكن اغلبيه الناس ما كيعرفوش شنو الفرق ما بين الفرونت كيك ديال الكيك باكسن وفرونت كيك ديال المواي تاي. فرونت كيك ديال المواي تاي ان خصك تدفع صاحبك، كندفع صاحبي يمشي لواحد الاتجاه واحد اخر، سو انا كنكون هنا كندفع بها صاحبي، ولا صاحبي باش يكون جاي عندي كنحبسو، سو كم فورورد كنحبسو بها، يعني كنخلي داك المسافه بيني وبين الخصم ديالي محدوده. كاين الفرونت كيك ديال الكيك باكس اللي كتشوفوها مزيان مع الكيك باكس اللي فيه غير دخول دخول دخول، انك تضرب برجليك نيشان كتطلع بحال كتزوي صاحبك، ولا بحال كتضربو دابا تضربها هنا، فاش غنبغي نضرب ما غندفعوش غنزوي بحال غنضربو ابركات. سو باش غنضرب هاد الجوج بجوج وباش غنضربو بالبول ديال الفيت ديالي، يعني هاد البقاله اللي عندي هنا في الرجل ديالي هي اللي كنحاول نضرب بها رجلي موسخه ياك. كنحاول نضرب بهاد البقاله هادي هي اللي كنركز عليها بجوج تيبس، يعني بجوج هاد الفرونت كيك هادو كنضرب بها. سو انا اليوم غنوريكم الفرونت كيك ديال المواي تاي، شنو تابع موراها الا بغيتي، وشنو الاخطاء اللي كيديروا الناس بزاف. سو غادي نضرب تيب كندفع صاحبي، شحال من واحد فاش كيبغي يكمل من بعد تيب كيدفع وكيسويتش، اما كيرضى اللور ولا كيسويتش كم فوت. سو فاش غادي نضرب صاحبي فاش غنبغي ندفعو غندفعو غنحطها تما ونضرب باي، يعني الباري كيك واخا ندفع صاحبي دفعت صاحبي هنا هيز جو اول ذا واي ذير، وان اي تيرن ماي هيب اي سي ذا كين كاتش. ما تحتاجش انك تنقص جيتو. اغلب الاخطاء الناس كيديروا كيدفعوا صاحبهم وكينقصوا، نو هذه غلط، ما نبغيكش تنقص، لان الا جيتي تنقص يقدر هو يضربك قبل ما انت تضرب. سو هنا نايس اند سمود دفع حطها تما ودور بلا ما تنقص. نفس العمليه غنديرها بالرجل اليمين، غير الرجل اليمين ما غنرضهاش البلاصه، غنخليها قدام، كنخليها لقدام باش نقص المسافه ما بيني وبين الخصم ديالي اللي دفعته. عاوتاني اجان هير موفين موفين وان سي هاو فار از، غندور وغندفع ما نحتاجش نقز وعم. هذا غلط، لو وقعتي فيه تقدر يصاحبك يضرب كروس واش انت باغي تنقز يصير دقه نيشان غادي يجيك في وجهك. سو حاولوا تجنبوا هاد الاخطاء. نفس العمليه اللي بغيتي دير حوايج اخرين، انا نتيب نقص هنا وهنا نضرب بالكبار، انا نتيب نقص المسافه ونضرب بيدي، غير نحاول ان كما قلت لك فاش بغيت تضرب برجليك ما ترداش اللور، خصوص لينيا ضرب برجليك ما تضربهاش اللور، لا رجعتي بلينيا لينيا هنا غنحطها لقدام ونتابعها باليسريه قم نيشان. اور اخوت كان هذا هو التكنيك ديالنا، التقنيه ديالنا اليوم متعلق بالفرونت كيك. شنو الطريقه الصحيحه؟ تاكدوا انك فاش بغيو تضربوا فرونت كيك ضرب بديك البقاله اللي وريتكم ديال الرجل، ما تضربش بالرجل كامله، لان الا ضربتي بالرجل كامله غتفقد التوازن وغطيح قدام الخصم ديالك، ولا ضربتي طحتي قدام الخصم ديالك اما غيضربك بنص ولا غيضرب بلا كيك. يلا الخوت بيس الله، ما تنساوش خليو الكومنت وكاع داكشي، ونشوفكم في فيديو جديد في حلقه جديده في تكنيك جديد السيمانه الجايه. بيس، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، ولدي صافا كلشي مزيان، مرحبا. Just leave it, just leave it, just leave it.